كان حلم بالنسبة لي أنني نوقف على مسرح كبير وبرنامج كبير بهذه المواصفات هذه، وليت كنعيش معهم الحلم ديالهم، يعني هما كيحققوا الحلم ديالهم وأنا كنعيش معهم هذاك تحقيق الأحلام. نسيت الحلم ديالي وبقيت عايشة معهم، لأن الوليدات ما يمكنش تخدمي مع الوليدات وما تمشيش ما تكونيش 100% معهم. تقديم هذا البرنامج ما كانش سهل، الشركة المنتجة دارت كاستينج، كنا احنا 4 ديال الأشخاص، 4 ديال الأسماء، ومن مور هذاك الكاستينج تختاريت أنا، وكانت الشركة المنتجة قررت أنها تدير كاستينج صوت وصورة، حضور حتى المخرج ديال البرنامج اللي هو علي الطاهري. من بعد هذاك الكاستينج اللي كان مصور صوت وصورة ومشى للقناة، الشركة المنتجة خدات الموافقة المبدئية من القناة، ولكن كان واحد الشرط هو أننا غنسجلوا الحلقة الأولى وناخذوا الموافقه النهائيه من عند القناه. اذا كانوا واحد التحديات وكانوا واحد المراحل، ما جيتش غير هكذاك ودخلت القناه الاولى. صورنا البرايم الاول، واحد المده من البرايم الاول، وتما فين جات الموافقه النهائيه، عاد خديت بصفه يعني اوفيسيال البرنامج. برنامج فيه 44 برايم و64 موهبة، يعني كانوا بزاف ديال المفاجآت وكانوا بزاف ديال لي سنتيمون. يعني هاد الوليدات ما بقاتش بيناتنا غير العلاقة ديال مقدمة برنامج وهاد الوليدات مشاركين أو لجنة التحكيم أو التقنيين أو الناس اللي خدامين في لابرودكسيون، بالعكس ولات واحد العلاقة اللي قريبة بزاف. فاجئونا مثلا كاينين بعد بدك قوة الشخصية اللي عندهم، مثلا كتشوفي واحد الوليد كتقولي غيطلع في داك على داك على داك الستيج غادي يتخلع، بالعكس عندهم واحد قوة شخصية. كاينين شي وليدات اللي فاجئونا بالقصص ديالهم، كاينين وليدات اللي فاجئونا بهذاك الحماس ديالهم، بداك الثقة في النفس الكبيرة اللي عندهم. هذا الشيء كله اعطاني انا، زاد لي بزاف ديال الامور في شخصيتي، مثلا تسع الخاطر، طولة البال. يعني وليداتنا ما نقمعوهمش، ما خصناش نقمعوا وليداتنا، الا عنده شي موهبة نمشيو معاه، علاش لا، حتى يوصل نشوفوه واش غادي يقدر يوصل بهذيك الموهبة ديالو ولا لا. الموهبة راها كتسقل حتى الأخلاق ديال بنادم، حتى الأخلاق ديال داك الوليد، إلا عطيتيه فرصة يعبر من خلال الكلام، من خلال لا دانس، من خلال الغناء، من خلال بزاف ديال الأمور، ف كتعاونيه حتى هي كتعاونك حتى في التربيه ديالو، كيولي يسمع لك الهضره اكثر. انا تعلمت بزاف، يعني هذه التجربه على الجانب الانساني تعلمت منها بزاف بزاف. هذيك هي لا ريكومبونس، هي داك الجائزه اللي انا خديتها من بعد هذاك التعب. اولا كنتمنى يعني من كل قلبي ان الجمهور المغربي يتقبلني وندخل لقلبه ويحتضنني، لان هذا كان واحد الحلم بالنسبه لي انني نطلع عليهم من خلال القناه الاولى. اليوم انا طليت عليهم، اذا كما كيقولوا الكره عندهم. كنتمنى انهم يعني نكون خفيفه على قلوبهم. كيفاش كنعيش هاد التجربه؟ بقى بصراحه ما متيقاش، يعني بعد المرات كنكون خارجه في الزنقه شي حد كيشوف فيا كنقول واقيلا هاد السيد أو هاد السيدة فاش شافها، ولكن أفغيدي غير هما شافوا البرنامج. الأصداء ديال البرنامج كانت زوينة طيبة، يعني الناس تقبلوا البرنامج، ممكن كان واحد الخصاص من هاد لوكوتي هذا، يعني برنامج اللي كيهتم بالأطفال من هاد الفئة هادي، يعني الفئة العمرية من 9 سنين ل 14 سنة، ما كانش عندنا بزاف يعني في التلفزة المغربية. اليوم هما فرحانين بالبرنامج وكنظن بداو كيتقبلوني واحد شوية، ولكن مازال أنا طامعة.